انت شرحي لنا شنو درتي بالضبط؟ لا دابا هذا الدجاج طيبته في العطريه ديالو مزيان، هذا الدجاج هذا اللوز قشرته، قشر ها هو الدجاج، ها هو الدجاج شتي، هذا الدجاج طيبته في المرقه ديالو وفي العطريه وفي كل شيء بالشرمل، بعد ما غسلته بسكين جبيرو وبالطحين وسقطرته وقليته في البصله وطيبته في العطريه وحيدت ليه العظام. وهذا اللوز مطحون، ها هو هذا اللوز مطحون، ها اللوز، ولكن اللوز سلقته وقشرته وقليته في الزيت وعاد طحنته هكا، هو هذا، هو هذا. وهذا ديك المرقه اللي شاط ليا من الدجاج درت فيها 6 د البيضات حيت فيها العطريه، وغنخلط كل شيء فهمتي، وغنخلط كل شيء وغنعمر بها الورقه. دونك دابا غتخلطي كلشي ضروري، نخلط اللوز معاه ومن بعد الورقه، هادو البريبات انا اللي كندير من بعد غنضيف واحد شويه الشعريه مفوره راه كطيب داكو فهمتي، هادو البريبات انا اللي كندير يعني على شكل بسطيله، غير كنضيف لهم الشعريه مفوره فقط، ما عنديش الوقت باش ندير الفيديو كامل، واللي بغى يقول لي شنو كاين هنايا ويقول لي. دونك دابا هادي شنو؟ هادي الشعريه مفوره، كنحطها هنا في البرد باش نخلطها مع ريزان ديال الدجاج، شتيها؟ حيت كنزرب معنديش الوقت، حيت مبقى والو الفطور، ولكن إلا بغاوها الناس خص يقولوها لك في لي كومنتير، يقولك يعني نوجدو ليهم وحده أخرى ونديرو ليهم يعني بالشويه ونوريهم لي زانغيديو. هادي ما كايناش في اليوتيوب بحال هكا، هادي غانا صورتك بالزربه. دونك دابا غنخلطو كلشي، دابا غنخلطو كلشي، ولكن بلاتي نديرو دونك اللوز الدجاج بيان البيض، انت دابا غنديرو معلقه ديال السمن الحار ها هي، غنضيفوها باش نذوب هنا شتي، ودرنا طريف ديال السمن الحار، اللي بغاه يديرو اللي ما بغاش ما يديروش، السمن الحار والعسل الحار، واللي ما بغاش ما يديروش، اللي بغى يدير السكر يديرو، فهمتي، اللي بغى يدير السكر يديرو، واللي بغى يدير المهم. وهذه راه فورناها حتى طابت، واللي بغى يدير الشعريه الصينيه يديرها، انتي انا كتعجبني هاد الشعريه احسن، ولكن كل واحد شنو بغى يدير، انا كنحرك باش يتخلط العسل باش يذوب، باش يذوب، وعاد غنخلط مع هادشي باش نبقى نهز ونعمر. سينيو صافي، بلا ما نخلط غنبقى نهز ونعمر نيشان الطرف، الطرف الطرف درتي كوش فوق ديال الطرف ديال اللوز مع الطرف ديال اللحم مع الطرف ديال التغميره، وكنعمر انا كنديرو في البسطيله، غير البسطيله ما كنديروش فيها الشعريه، هاد البريوات كيجيو شويه مزيانين بالشعريه، الشعريه كتعاون انت هادي نديرو دابا واحد المعلقه. دونك دابا لا بريباراسيون فينا، كنعمركم بزاف، كنعمركم بزاف فهمتي، ريت تجي دير لي خطا تكالت فوالا، عمرتها مليح فوالا، درتيها غليظه لا تسد بصيبه صافي،
دير لهم هكا، كندهنهم بشويه د الزيت باش يجيو مقرمشين. دابا لا ميم شوز انكور بو هادي. هادي انا كنبغي نعمرهم بزاف. كاسن فوالا كما صغارين شوية الورقة حيت كنعمرهم اللي هزو حدا ينوض. شتي وصلنا 6 دقائق في الفيديو يعني طويل. كنت باغي ندير انا 1 minute 30 secondes يعني سي با مال. المشاهدين ديالك مزيان يستافدو. فوالا واحد فوالا كيك اللي يد هادشي سا دوموند بوكو دو طون. مابينش غدير وحده بوحده بوكو يعني تقريبا 2 minutes ولا 1 minute في الوحده. انا تلهيت مع النحل مبقيتش مركزه. فوالا حين عطيتها كلات ولكن مشوشه. سي كو هاد سي كيل كويزين سي كيل تيب دو كويزين هاد لي بريك ياك. هادو لي بريك سي لا كويزين جويف ماروكان. داكور لي زوريجين ديالو سي لا كويزين لي جويف ماروكان هما اللي كانوا كيديروا هاد لي بريك. داكور دونك سي ميديتيرانيان. وي البحر المتوسط. وي سي ديليسيو سي فريمون اكسترا سيرتو في رمضان. واي واي هادي كديري فيهم لابيض لا والو؟ لا البيض درتو غير في ديك الدغميره درت 6 البيضات بلديين. انا كندير كلشي بلدي. الدجاج بلدي تعطل فيه السمن الحار ولا السمن الحار والبيض البلدي. والدجاج البلدي كيتعطل في الطياب كيطيب محمر وكيطيب مجمر بشويه فهمتي وكنحيدو ليه العظام اها وكنبداو نخدمو. D'accord, donc c'est juif. Oui. La cuisine juive marocaine. Marocain. Qu'est-ce que tu fais avec le beurre là? Non, le beurre là, je ne le sers pas le beurre, je ne le sers pas le tahin. Je fais avec ça, et je fais avec ça, et je fais avec ça. Je fais avec ça, parce que je fais avec ça. Merci. ملي كيطيبو كتولي فيهم الريحة ديال المسكة الحرة مع الريحة ديال الدجاج. المسكة الحرة هي اللي درتي في البريوات الريحة ديال الدجاج الأولين كتعطي. أنا دايما كندير المسكة الحرة لاكوم أغابيك كتجي فيها بزاف ديال المنافع للجسم. وكندير شي شوية الزيت من الفوق باش يتحمرو ويوليو كروستيو. شتي إذا دابا حيت كيشدو اليد غادي نديرهم في الفران كيخصهم الوقت لان كيطيبو على نار مهيله بزاف. بشويه بشويه والمهم ملي نطيبو نقدموهم للمشاهدين واللي بغى يشوف الطريقه يكتب لينا ويقول لينا بانه بغى يشوف الطريقه. ديك الساعه نعاودو نديروهم مره اخرى لان حنا كنبغيوهم كنديروهم. دونك نكملو دابا لا بريباراسيون ابخي نديروهم في الفران
ونرجعوا صافي للمشاهدين. اه يلا.